عبوة ناسفة زرعها شبان فلسطينيون لم تنفجر، بقايا رصاص، آثار حريق ودمار، هذا كل ما بقي من العملية العسكرية الإسرائيلية الخاطفة التي نفذتها وحدات خاصة صباح هذا اليوم في حي الجبريات في مخيم جنين، والتي كانت تستهدف عبد الرحمن حازم شقيق رعد حازم منفذ إحدى العمليات في تل أبيب مطلع هذا العام. القوات الإسرائيلية استخدمت القذائف في قصف المنزل، ما أدى إلى احتراق كبير في المنزل إضافة لدمار كبير، وأيضا أدت العملية العسكرية إلى اغتيال عبد الرحمن حازم وصديق له كان يتحصن في ذات المنزل. في جنين بشكل عام أعلنت حالة الحداد والإضراب العام على ضحايا الاقتحام الإسرائيلي. إسرائيل من جانبها تؤكد أنها استهدفت مطلوبين، وتؤكد مضيها في هذا النوع من العمليات العسكرية في مدن الضفة متذرعة بوجود إنذارات ساخنة لديها بنية مجموعات فلسطينية مسلحة تنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية في الضفة وفي الداخل. على المنحى الآخر فإن الناشطين الفلسطينيين يؤكدون مضيهم في هذا الشكل من المواجهة، شكل المواجهة المسلحة. من مدينة جنين، عبد الحفيظ جعوان.